des femmes et des minorités ethniques au sein du Parlement, nous souhaitons établir un calendrier. Malgré le report de 3 mois de jouer à octobre 2021, entré au bureau du nouveau président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et adopté un avis commun de la Bolivie au Gabon. يعقد البرلمان المغربي الدورة 28 للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية مناسبة للوقوف على مجموعة من النقاط التحديات التي يعيشها العالم، مجموعة من الأزمات، أزمة الصحية، أزمة الأوكرانية الروسية، الأزمة الاقتصادية، يعني تعطل سلاسل التزويد بالسوق، ارتفاع الأسعار، تقليص إمداد السوق الدولي بالمحروقات، كلها مجموعة الإشكالات التي أصبحت تثير قلق الشعوب وقلق الحكومات والبرلمانات. بشكل ذكي سنوظف هذا الذكاء الجماعي بين جميع البرلمانيين المنتمين إلى الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية والاشتغال مع السلطات التنفيذية يعني الاقتصاد في كل دولة على حدة باش نلقاو الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة إلى حين أنه تخرج حلول، ونتمنى من الله أن توقف هذه الأزمات هذه.